هذه الندوة التي عقدناها بجهة أكادير من أجل مواصلة التعريف بمشروع الاتفاقية الجماعية كانت مناسبة لتضارس كثير من القضايا المرتبطة بهذه المهنة وخصوصا الجانب الجهوي، لأن عرض الاتفاقية الجماعية في هذه الجهات يعني بالضرورة أن نفكر في القضايا والهموم التي تخص الصحفيين الزملاء بهذه الجهات. وكما كان متوقعا كانت مداخلات الصحفيين بهذه الجهة تكشف حقيقة أن هذه الاتفاقية أو مشروع هذه الاتفاقية الجماعية يحتاج إلى جهد إضافي من أجل أن يكون للزملاء الصحفيين في الجهات وضع يمكن أن يستوعب هذه الطموحات لتغيير أوضاعهم، سواء تعلق الأمر بالجانب المادي أو تعلق الأمر بالجانب المهني. من حيث الجانب المادي نعتقد بأن صحفي الجهات يجب أن يدرجوا في إطار هذه الاتفاقية الجماعية في حدود المقاولات التي تستطيع أن تستوعب هذه القواعد، ولكن هناك حديث داخل النقابة وهناك حديث مع المهنيين عموما على أن الجهات يجب أن تلعب دورا أساسيا في تطوير المقاولة لكي يجد الصحفي نفسه في مقاولة تحترم حقوقه، وأن يؤدي عملا مهنيا يليق بالجهة يساهم في التنمية داخل الجهة، يساهم في البناء الديمقراطي داخل الجهة، وبالتالي نكون أمام وضع يستوعب الجميع. لهذا نقول أن مشروع هذه الاتفاقية الجماعية هو بداية للتفكير في الجسم الصحفي ككل من أجل تأهيله كي يقوم بمهامه لصناعة رأي عام وطني ومحلي قادر على أن يستوعب قضايانا الوطنية وأن يكون مستعدا لفهم هويتنا في مواجهة الهويات التي تهاجمنا. اليوم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بسوس مسا نظم واحد اللقاء بين أو عرض من أجل مناقشة ديال مشروع ديال الاتفاقية الجماعية في مجال ديال الصحافة المكتوبة، وكانت مناسبة لتقديم عرض ديال رئيس المجلس الفيدرالي ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل عبد الكبير قشيشن، وتسليط الضوء أولا على الدراسة اللي قمنا في تقييم الاتفاقية الجماعية اللي كانت 2005 الآن يعني 16 سنة، تقييم ديالها العيوب ديالها عدم التطبيق ديالها عدم التنزيل ديالها. ولا بد أن نشير أيضا أنه في ظل هذا النقاش ديال الاتفاقية الجماعية اللي هي تعتبر دائما من الأولويات ولا المخرج الأساسي من أجل تكسير الأوضاع ديال الصحفيين المادية والمهنية، أنه لا بد من تغيير ديال الاتفاقية الجماعية وتغييرها وتنزيلها، خاص ماشي غير في مجال ديال الصحافة المكتوبة ولكن أيضا في الصحافة المكتوبة والإذاعات الخاصة.